قسم التطبيقات يحتوي على تطبيقات مهكرة بآخر تحديثاتها، فكما ستشاهدون عندنا هنا هذه التطبيقات رادار، هذه يحتاجها الكثير، يحتاجها الكثير من الأشخاص. هنا هذا وهذه الأشياء وهذه التطبيقات، هذا التطبيق أيضا جيد، سنشرحه في حلقات. هناك العديد من التطبيقات سنقوم بشرحها في حلقات مقبلة إن شاء الله. كل سأقوم بعمل مجموعات وأبدأ بشرح كل تطبيق، كل تطبيقات في مجموعة، مثلا هذه للألعاب، هذه لكذا وكذا، كل شيء سنقوم بشرحه بشكل